مساء الخير. اليوم بسوي لفايف الباذنجان. عندي هنا باذنجان قطعته شرايح خفيفة، بعدين أشوحها على النار. عندي هنا لحمة مفرومة وصلصة، فلفل رومي وثوم وبصل، طحنتها وصفيتها عشان تطلع مويتها. وعندي هنا بهارات كمون وفلفل أسود وبابريكا وبودرة ثوم، هذه بضيفها على اللحمة. عندي هنا القاعدة بتكون قاعدة الصينية، بطاطس وبصل، ما بشوحها ولا شيء، بس بحطها تحت في أسفل الصينية. ونبدأ أول خطوة اللي هي بقلب هذه مع بعض، بعدين أشوح هذه على النار الباذنجان. هنا قلت لكم لحمة مفرومة تقريبا كيلو، ملعقة صلصة فلفل رومي، ممكن صلصة عادية. هنا عندي فلفل رومي ملون مع بصل وثوم، طحنتهم وصفيتهم، بضيف شوية زيت زيتون، شوية ما كثر بس، وخلطهم مع بعض. كمل خلط وارجع لكم. هذه الحشوة نسميها كفتة، طبعا بسوي فيها كده واحطها جوة الباذنجان بدون طبخة على النار، طبعا ما بحطها على النار، على طول في الباذنجان وادخلها الفرن بالشكل هذا. في ناس يحب يسوي اللحمة على النار بعدين يحشيها، لا كده احسن، منها كفتة ومنها تتماسك وما تتفكك. اتركها على جنب لين أقلي الباذنجان. هذا شوح تشوي على النار بس ما بياخذ وقت. الحين عندي هنا الصاج، أوزع فيه الزيت، زيت ما كثر قلت لكم، بس مجرد تشويح للباذنجان. أوزعه كذا، الصاج يكون حامي، حميته أنا من أول، يكون حار، لازم يكون حار. وقلبهم على الوجهين. شايفين قلبتها تكون لونها بالشكل هذا، لون ذهبي تاخذ، ما هو لازم تصير مرة حمراء، تاخذ اللون الذهبي وخلاص نطفي عنها. اكمل بقية المقدار ونرجع نشوف الوصفة الكاملة. الحين اول خطوة أضيف البطاطس والبصل في الصيني، أرصها في الصيني. الحين اخذ شوية من اللحمة اسويها زي الكفتة بالشكل هذا، واحطها هنا والف الباذنجان عليها تكون بالشكل هذا. شوفوا، وارصها في الصينية مع البطاطس والبصل. أكمل ونشوف الباقي. في طريقة ثانية شفت الأتراك يسووها، ياخذوا اللحم اللي زي كذا ويفردوها فرد على الباذنجان، فرد تفردينها طبقة رقيقة مرة. هي نفس الفكرة بس ممكن تسوين كذا تسوين كذا، شوف الطبقة كيف، وبعدين تلفينها
بعدين الفارول يعني نفس الفكره. نعيد فكره الفكره الثانيه اللي هي قلت لك ناخذ قطعه من اللحمه شويه ونفردها فرد خفيف على كل القطعه الباذنجان بالشكل هذا، يعني كأنك نسوي صفايح لحم بالشكل هذا، بس لازم تكون رقيقة اللحم. شفتم؟ بعدين ألفها رول. تلف سهلة، خاصة إذا كان البنجان لازم يكون رقيق، تكون بالشكل هذا. حلوة الفكرة، أحسن من الكفتة. الحين لفيت، برصها في الصينية بالترتيب بالشكل هذا، كلها أكملها بالشكل هذا. بعدين نضع عليها صوص طماطم، في ناس يحط بشاميل، في ناس يحط جبن، كل واحد اللي يريح. أنا أحب صوص الطماطم على الباذنجان أحسن. شفتم هنا لفيتها وخلصتها، ارش عليها شويه فلفل اسود، ما يبغى انا كثر لان اللحمه مبهره جاهزه. ممكن شويه فلفل اسود وشويه كمون على حسب. عندي هنا شفتم قلت لكم الفلفل الرومي والبصل والثوم، لما طحنتهم صفيتهم، هذه المويه، هذه ما اكبها احطها هنا. عندي هنا برضو صلصة جاهزة، ممكن انت تسوينها على النار يعني عادي زي ما تبغين، هي جاهزة. هذه هي لفايف الباذنجان. انا احب اطلع معها صوص، صوص حلو معها، ما تكون ناشفة، تاكل مع رز او مع خبز. نزينها بالبقدونس، ومع العافيه.